كده واجهنا حتة مهمة جدا، عايزين ندخل في ذوي الإعاقة، وذوي الإعاقة احنا ما عندناش قاعدة منضبطة عشان نقدر ناخد منها بيانات نيسر ونعمل الإتاحة لذوي الإعاقة. فابتدينا نفكر أنهي جهة منوط بيها العمل في جمع البيانات المتعلقة بذوي الإعاقة، وهي المنوط بيها هذا الأمر وزارة التضامن. في كان بروتوكول بالفعل معمول من مع الهيئة مع وزارة التضامن، وكان بيحصل فيها نقل البيانات متعلقة بذوي الإعاقة، بس ما كانش معانا في البروتوكول ده المجلس القومي لذوي الإعاقة. ودايما احنا بنشتغل بفكرة صاحب الأمر هو اللي يكون موجود، عشان له الخبرة في العمل فهو اللي هيقدر يدعمك بأفكار توصل لنتيجة اللي انت ترجوها. فلازم اللي يعني الحرفي في العمل هو المنوط به الشغلانة دي. فروحنا المجلس القومي لذوي الإعاقة وقعدنا معاهم واتكلمنا وعملنا بروتوكول ثلاثي، وزارة التضامن بما لها من قاعدة بيانات لذوي الإعاقة، والمجلس القومي لذوي الإعاقة لاتصاله على مستوى المحافظات وله فروع بكافة أنواع الإعاقات كلها. بالفعل قعدت مع السيدة دكتورة منى اللي هي رئيسة المجلس القومي لذوي الإعاقة، إيمان كريم، ودعمتنا، وابتدينا نشتغل على نوعين من ذوي الإعاقة اللي هما بيحتاجوا منا مساعدة، الإعاقة السمعية والإعاقة البصرية. وابتدينا نجمع البيانات الموجودة في وزارة التضامن عشان نشوف تواجد ذوي الإعاقة البصرية وذوي الإعاقة السمعية على مستوى الجمهورية، لأن عندنا 1,300,000 منتشرين على مستوى الجمهورية من كافة الإعاقات. أما ذوي الإعاقة السمعية والبصرية متواجدة برضو بكثافات في بعض المحافظات، ولكن انتهينا في الأمر إن احنا هنعمل بوسترات بالتنسيق مع وزارة التضامن وذوي الإعاقة والمجلس القومي لذوي الإعاقة لكيفية الاختراع لذوي الإعاقة السمعية، وابتدينا نفذناها. هم أشرفوا عليها بما لهم من خبرة، وجبنا ناس من اللي هو الإشارة، لغة الإشارة، ترجموا البوستر ورجعوه واخدنا الموافقة عليه وطبعناه ووزعناه على كل المقرات. عملنا بطاقة برايل اللي هو كارت برايل ده وزعناه على كافة اللجان الفرعية في جمهورية مصر العربية. هو كارت بيتم وضع فيه بطاقة الاختراع بداخله، يمكن ذوي الإعاقة البصرية من الإدلاء بشخصه وبنفسه. القانون أناط الأمر ده لرئيس اللجنة الفرعية فقط اللي هو يساعد ذوي الإعاقة البصرية. فبالتالي احنا الأصل ان القاضي او الرئيس اللجنة الفرعية هو اللي بيساعد ذوي الإعاقة البصرية. الاستثناء ان احنا نعمله كارت برايل، بس هو فكرة ان انت تخلي المواطن ايا كان عنده الإعاقة ان هو يشارك بنفسه ويحس بقيمة عمله، دي نوع من انواع المواطنة. ما يبقاش هو بيعتمد على حد، لان الاحساس في حد ذاته مهم نراعيه. فما بنراعيه ادى الى ناتج ملموس ان فعلا ذوي الإعاقة البصرية تواجد في المقرات ونزل وتصور وهو بيستخدم كارت برايل. فدي من البروتوكولات اللي احنا استفدنا بيها. بالاضافة برضو الجزئية، لما دخلنا مع وزارة التضامن لقيت عندهم مشاريع كتيرة جدا، منها حاجة اسمها مشروع الرائدة الريفية. الرائدة الريفية دي هو الفكرة ان معمولة حوالي 15,000 رائدة ريفية، وهتوصل حتى 20,000 رائدة ريفية. الرائدات الريفيات دول منتشرين على مستوى المحافظات، على جميع المحافظات في مستوى الجمهورية. الغرض ان كل رائدة مسؤولة عن 400 أسرة بكل الأنشطة الموجودة من تسقيف ورعاية. طيب احنا ممكن نستفيد من الناس دي؟ ممكن نستفيد انا كهيئة، لان انا دوري الرئيسي كهيئة وطنية مش ادارة استحقاقات فقط، التوعية والتسقيف، وده دور مهم. عشان اوصل للاستحقاق واوصل لنتيجته لازم اوعي الناخب او اوعي المواطن بحقه ومباشرته السياسية. هجيب التوعية دي منين؟ لازم اوصل للبيت. فلما لقينا فكرة الرائدات الريفيات دي موجودة في وزارة التضامن الاجتماعي، نسقنا معاهم ان احنا نتعامل ونتعاون
بتدريب مدربين من الرائدات الريفيات دول، وصولا ان كل رائده تقدر تدرب 400 اسره اللي هم تابعين ليها او المشرفين اللي هي المشرفه عليها. لان احنا برضو هدفنا مش المواطن اللي بلغ 18 سنه بس، لا، انا بستهدف الطفل اللي هيبلغ 18 سنه، عايز انمي فيه احساسه بالمسؤوليه، بحقه في مباشره حقوقه السياسيه، ان له حق المواطنه. وده الثقافه دي لازم نغيرها، احنا ما تربيناش على كده، ما شفناش يعني ايه انتخابات، ما كناش نفهمها، فهمناها لما كبرنا وابتدينا نشرف عليها. انما لما ابتدي من وانا طفل صغير في بيتي اشوف ان التثقيف بتاعي بيتوجه ان انا انمي ثقافه المباشره الحقوقيه السياسيه كطفل صغير، هكبر افهم يعني ايه دوري في ان انا اباشر حقي، فادلي بصوتي في انتخابات نادي، في انتخابات طلاب، في اي انتخابات لها دور، لا ليها صوت، وصوتي مهم وفعال. فقلنا لا، هنستخدم فكره الرائدات الريفيات في التثقيف والتوعيه، ومستمره معانا مع كل عمل بدايه من الان حتى لما نكلف باي اعمال او وقت استحقاق انتخابي، هيبقى دور التثقيف والتوعيه عن طريق الرائدات الريفيات، وان احنا ان شاء الله نوصل لكل البيوت. ابتدينا بقى ان احنا عندنا استحقاق انتخابي الا هو انتخابات الرئاسه الجمهوريه 2024، وابتدينا نعد البرنامج الزمني. وقبل ما بنعد البرنامج الزمني بنبتدي نشوف اللوجستيات المتطلبه لاجراء هذه الانتخابات. اولا انتخابات الرئاسه بيبقى لازم في حاجه اسمه حبر الفسفوري او الاستفتاءات، بالاخص الرئاسه والاستفتاءات بيتطلب القانون يبقى فيها حبر فسفوري. الحبر الفسفوري ده من احدى الضمانات المتواجده بعدم تكرار الصوت، لان الحبر الفسفوري من مواصفاته ان يقعد 72 ساعه في عقله الاصبع، يعني يجب غمسه عقله الاصبع دي. العبوه الواحده بيستخدمها من 60 ل 80 مواطن، وبالتالي تم التعاقد لان احنا نقدر نغطي ال 67 مليون ناخب في حاله ان هو نزلوا كلهم يعني. وبالفعل تعاقدنا مع مصلحه الكيمياء بعد مراجعة المواصفات، وتأكدنا من سلامتها الصحية على المواطن عشان ما يبقاش في أي نوع من أنواع التأثير أو أن هو تبقى ضرر على المواطن، لأن حفاظا على سلامته، وتم بالفعل التعاقد. في مستلزمات أخرى غير الحبر الفسفوري بتستخدم في العملية الانتخابية، منها السواتر، صناديق الاقتراع، حقائب لحفظ الأوراق العملية الانتخابية بعد وقبل. في مراحل بتبقى من بداية لما بندعو للانتخاب، هي مرحلة جمع التأييدات وفقا لصحيح القانون. فجمع التأييدات دي بتتطلب منا توفير سكانر وطبعات، عشان الطبعات دي هي الورق المتعلق بالتأييدات في مكاتب الشهر العقاري، فلازم ارفع كفاءة كل الطبعات اللي عندي. واحنا كان عندنا في التوقيت ده ما لا يقل عن 1800 طباعة اترفع كفاءتها، زي جبنا أحبار، هي حاجات بتبقى بسيطة بس لازم حضرتك تحيطوا بيها علما، لأنها لها دورة مستندية كبيرة نوصل بيها إن احنا بنرفع الكفاءة عشان أواجه الكثافات اللي بتحصل في التأييدات. وبالفعل كان عندنا كم هائل من التأييدات استخرجت من الشهر العقاري للمرشحين وتم تقديمها مع في الأجهزة الأخرى اللي هي السكانر. السكان ده بيسحب هذه التأييدات عشان أتأكد من صحتها، ومعمول فيه برنامج عليه عشان أتأكد إن هذا التأييد صادر من المنظومة الخاصة بيا، وإن مفيش أي تزوير وقع عليها. بالإضافة إن كمان يجب أن يكون التأييد طالع من ناخب أو من مواطن مقيد عندي بقاعدة بيانات الناخبين. وكل ده السكانر ده مفروض هو اللي بيبتدي يعمل لي عملية الفرز، فبالتالي لازم ارفع كفاءته واكد على رفع كفاءة البرنامج الموضع فيه. دي بالنسبة لمساحة الطباعة. مستلزمات الطباعة اللي هي الاوراق العملية الانتخابية، وطبعا دي برضو فيها عدة نقاط. اولا احنا بداية الامر عندي بطاقة الاقتراع، ودي المرحلة الأخيرة في الطباعة، إنما في قبل بطاقة الاقتراع عندي النماذج التي تستخدم في العملية الانتخابية، ألا وهي محضر فتح اللجان، ومحضر الغلق،
ومحضر فرز لجان فرعية، ثم محضر فتح لجان عامة، ومحضر إجراءات استلام محاضر الفرز اللجان الفرعية، ثم تجميعها والحصر العددي لها. دي عدة نماذج من 1 لـ 32 نموذج بيتم مراجعته بواسطة الجهاز التنفيذي، وبيتم إعداد تقرير يعرض على مجلس الإدارة لإقرار هذه النماذج، ويبتدي عملية الطباعة ليها من بداية، لأنها بتبقى أكثر من ورقة، فبيحصل فيها تكرار وبنراجعها وبنتأكد، وبيحصل فيها عملية تدقيق ومراجعة، فيها لها مرحلة مستمرة. ثم بعد كده أوراق الاقتراع حسب ما ينتهي لجنة التلقي ولجنة الفحص وانتهاء بإقرار المترشحين وعددهم على ضوءه، بيتم عاملين اللي هو الديزاين بتاع الورقة واختيار الرموز عشان ندي أمر طباعة. وبعد كده بيتم نقل أوراق الاقتراع وفقا لاستراتيجية النقل، دي بتتعلق بعدد الناخبين المقيدين في كل محافظة، والمتوقع من حضور كل الناخبين، وعدد التوقع اللي بيتم وفقا للاستحقاقات القديمة. بنبتدي نقعد نعمل نسب عشان اقدر اوزع هذه الاوراق على المحافظات. انا في الطباعة ما بطبعش نسبة 100% عشان اكون امين، يعني بطبع بنسب نسب المشاركة السابقة وازود عليها حاجة بسيطة، وابتدي اعمل كمان هامش اخر اللي ممكن وجود كثافات، فما بطبعش 100% من عدد اوراق الاقتراع اللي هي تساوي عدد الناخبين، بطبع نسب اقل شويه، قد تكون 70% 80%، انما ما بطبعش 100%. وبالتالي بعمل استراتيجيه توزيع للورق بنسب مختلفه، النسب دي بتتاتى من عدد المقيدين او لهم حق التصويت في كل محافظه. ودي المشكله اللي واجهتنا مع وجود الكثافات العاليه من اول يوم في الاستحقاق الانتخابي ده، وتاني يوم خلت لنا غيرت لنا فكره الاستراتيجيه التوزيع، وابتدينا نسحب اوراق من الاماكن ونحطها في اماكن اللي فيها كثافات اعلى ما كنا ما نتوقع، وادينا امر طباعه لبعض الدفاتر عشان نواجه عمليه نقص اوراق الاقتراع داخل محافظه القاهره. ايه ابعاد الهيئه الوطنيه للانتخابات؟ المنظومه دي بتشتغل ازاي؟ ادارتها من اول ما بنفكر ان احنا هنبدا عمليه الاستحقاق الانتخابات، اذا كان انتخابات رئاسه او انتخابات برلمانيه او انتخابات محليات او استفتاءات، وفقا لما اناط به القانون للهيئه الوطنيه للانتخابات تنظيم العمل. وبالتالي احنا عندنا الدستور اناط للاشراف القضائي العمل لمده 10 سنوات من اقرار الدستور بتاع 2014، يعني ينتهي العمل او ينتهي اشراف القضاء الكامل المفروض يوم 17 يناير 24. فمن مخرجات الحوار الوطني التي اوصت بان يبقى فيه اشراف قضائي وضمانه ونزاهه، فطب وايه اللي ما يمنع ان احنا بدل ما نبدا في شهر 12 ممكن نخليها ندعو في شهر 9، وابقى انا مع حتى اخر اجراء في العمليه الانتخابيه الا وهو انتخابات الاعاده اكون واعلان نتيجتها قبل 17 يناير. وبالتالي احنا ما عملناش استبقنا في انتخابات رئاسه ولا حاجه، احنا عملناها في الميعاد المحدد في ضوء اللي انا بعرضه ده، ان انا عايز اشراف قضائي، وبرده الاشراف القضائي ده ضمانه للناخب، ومش عايز اعرض منصب رئيس الجمهوريه اللي هو برده بما له من اهميه من لاي مطعم، لأن الإشراف القضائي ده ضمانة للناخب. فبالتالي احنا رأينا أثناء إعداد الجدول الزمني أنه يدخل كافة الإجراءات في مظلة الإشراف القضائي، وبالفعل تقدم 4 مترشحين، أولهم حملة أو الممثل القانوني السيد عبد الفتاح السيسي، ثم السيد فريد زهران، ثم السيد عبد السند يمامة، ثم سيد حازم عمر، وتقدموا بأوراق ترشحهم والمستندات المطلوبة، وتم فحصها بالفعل، وانتهت اللجنة التلقي والفحص إلى صحة كافة المستندات المقدمة، وأقر مجلس الإدارة التقرير اللي احنا عرضناه عليه
وأعلن القائمة المبدئية وساب فترة للطعن عليها وفقا للجدول، ثم القائمة النهائية وابتدت الدعاية. الخلاصة في الأمر إن احنا مشينا على محاور كتيرة وصولا لنسبة المشاركة العالية، وبالفعل أتت ثمارها. ساعد العمل الهيئة الوطنية للانتخابات في إن هي تعلي نسبة المشاركة وجود مرشحين أربعة تنافسوا على منصب رئيس الجمهورية، والتنافس أدى إلى حراك في الأرض. الأحزاب الممثل لكل منهم مرشح اشتغل عمل كثافة في التصويت وأوجد على الشارع، فعلا لقينا كثافات عالية جدا وإقبال. ده ما جاش من عمل الهيئة فقط، لا ده عمل الهيئة والقائمين على ان هم يفهموا الناس ويحشدوا الناس، فجيه من التنافس ووجود الأحزاب. الأحداث الجارية طبعا في المنطقة غزة خلت المواطن المصري التف حوالين بلده، دعم الدولة، دعم الموقف السياسي، فخلى الناس قلقت، فلما قلقت نزلت. نزولها ده واضح في الصندوق. انتخابات الخارج واللي تم فيها وتوافد المصريين في الخارج، رسالة للمصريين في الداخل، رسالة للعالم. كل العناصر دي الدور الرئيسي فيها حضراتكم الإعلام. الإعلام نقل الصورة الحقيقية للمواطن، خلى المصداقية موجودة. المواطن نزل شاف بعينيه، ابتدى يباشر حقه السياسي. الصورة لما اتنقلت صح أدت إلى نتيجة صح. أجهزة الدولة برضو ساعدت بطريقة كبيرة جدا في التيسير مع التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات. اللي احنا طلبناه نفذ في تيسيرات تجهيز مقرات وسائل نقل، توفير كل اللوجستيات المطلوبة لإنجاح العملية الانتخابية. أجهزة الدولة الممثلة في الحكومة قامت بدورها وزيادة. المناطق الحدودية أهل سيناء، كل المناطق الحدودية قامت بدورها وكان دورها فعال في كثافة تصويتية في بعض المناطق، ان فعلا اوراق الاقتراع نفذت الى ان احنا دعمناها نظرا لكان ما كانش متوقع الاقبال، والحمد لله تم. قفلنا الساعه 9 مع نهايه اخر ناخب متواجد في جمعيه الانتخاب نبتدي عمليه الفرز. طيب مين المفروض يحضر عمليه الفرز؟ المفروض يحضر عمليه الفرز وفقا لصحيح القانون يا اما ممثل عن احد المرشحين او وكيله. طب وسائل الإعلام ممكن تحضر؟ ممكن تحضر. المصرح ليهم من الهيئة الوطنية للانتخابات ممكن يحضر ويحضر عملية الفرز، إنما بدون إعاقة وبدون سؤال وبدون تصوير الورقة. يعني يحضر بيتفرج بعينه الإجراءات اللي بتتم قدامه، من إجراءات فتح صندوق، إخراج الورق من الصندوق، تصنيفه من صحيح لباطل، عد حصر، انما ما يطلعش على عمليه القيد ايه والارقام، انما يشوف كل الاجراءات قدامه فيحضر. بعد ما بننتهي من عمليه الفرز رئيس اللجنه الفرعيه بيثبت كل الاجراءات دي في محضر، بيجمع اوراق العمليه الانتخابيه، الاوراق المستخدمه والاوراق الغير مستخدمه، كل منهم بيتحط في حقيبة مستقلة عن التاني، عشان ده بيروح في اتجاه وده بيروح في اتجاه. يطلع اللجنة العامة بيسلم الأوراق لرئيس اللجنة العامة، يبتدي الحصر المجمع للجنة العامة، وبرضه هنا برضه التغطية الإعلامية واردة لكل من له تصريح يحضر ويشاهد ويطلع على مجريات الأمور دون إعاقة لعملية الفرز بأي حال من الأحوال. انتهت فرز تجميع، اللجنة العامة بتعلن الحصر العددي، ثم بنجمع احنا بقى في الهيئة الوطنية للانتخابات، بنبتدي نستلم اوراق العملية الانتخابية. لجنة الفحص بتراجع كافة الاوراق، بتعمل تقرير بتنتهي فيه الى نتيجة تعرض على مجلس الادارة، ومجلس الادارة
بيقر هذه النتيجة، ثم يطلع قرار من مجلس الإدارة بإعلان هذه النتيجة. طب إحنا لو النتيجة ما فيهاش إعادة يعني، أو مش ما فيهاش إعادة، إيه أنت تنتظر ليه الإعلان 18؟ إنما في جدول زمني إحنا أعلننا عنه في بداية الأمر. الجدول ده إحنا ملتزمين به، هو إعلان إجرائي له، ما فيش ما يؤثر قانونا لو انتهينا من الإجراءات ولم يتقدم حد للطعن، لأن الإجراءات بتنتهي عندي النهاردة، بكرة لازم أنتظر 24 ساعة وفقا لصحيح القانون لوجود أي اعتراض، ثم يحق لأي مترشح أن يطعن خلال 24 ساعة من يوم 14 ونفصل فيه حتى يوم 16. إنما احنا ملتزمين بالجدول ألا هو 18 إن شاء الله إعلان الجولة الأولى. ما هي قواعد المنظمة لتواجد ممثلين عن الأحزاب السياسية داخل لجان الاقتراع؟ طبعا هو ما فيش حاجة اسمها أحزاب سياسية تتواجد داخل لجان الاقتراع، هو اللي بيتواجد داخل لجان الاقتراع ممثلي أو وكلاء المترشحين أو بعض من المنظمات أو المتابعين اللي مصرح ليهم من الهيئة الوطنية للانتخابات للجلوس للمتابعة العمل فقط، وكذلك التغطية الإعلامية لكل الوسائل اللي تم التصريح ليها. أما الأحزاب السياسية مش مصرح لحد يدخل قاعة الفرز غير الأشخاص المصرح ليهم من الهيئة الوطنية للانتخابات أو وكيل المرشح اللي هو له الحق في الحضور. هو ده كل ده. أنا بشكر حضراتكم وأنا آسف طبعا على الإطالة، بس طبعا أنا بحب دايما شركاء العمل يطلعوا على كل التفاصيل، عشان زي ما قلت في البداية احنا عايزين ننقل صورة صحيحة عن عمل وجهد مضني. وبشكر حضراتكم تاني وآسف للإطالة. في أي حاجة؟ طب نبدأ كده وفضل. اولا كافة المقرات واللجان الفرعية كل اللوجستيات فيها واحد. طيب حضرتك النقطة اللي بتقولي لابتوب او كل مترشح قبل الاقتراع بيتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات وبيستحصل على قاعدة بيانات الناخبين. طب ليه؟ عشان اللي حضرتك بتقوليها دي ممكن يجيب حد من انصاره بلابتوب قدام المقر ويعمل عملية استعلام ليسر للناخب اللي هو بيدعمه انه يدخل يدلي بصوته. اما كافة اللوجستيات في كل اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية اللي هم 11361 لجنة فيهم ذات الاوراق بكافة اللوجستيات، ما هو خارج اللجنة او على باب اللجنة من شأن تيسير العمل، ده عملية خاصة بالمترشح واحنا بندعمه ان انا بديله قاعدة بيانات الناخبين بالفعل على اسطوانة مدموجة، بيبتدي هو ومقسمها له محافظات ومقرات يوزع ناسه للتيسير على الناخبين، نوع من انواع مشاركة العمل. انما ده مش بتاع اللوجستيات الهيئة، اللوجستيات الهيئة على كل اللجان. بس تفضل تفضل تفضل. في البدايه يعني كل التقدير لكل الساده المسؤولين، فرد الطعن على الشعب والشكاوى اللي كانت هناك شكاوى على الدار اللي حواليه. طبيعة هذه الشكاوى كيفية التعامل معها في الأنف أول. السؤال الثاني فيما يتعلق بالعمليه الانتخابيه، يعني هل من ضمن مقترحات الهيئه او رؤيه الهيئه تحويل العمليه الانتخابيه الى الالكترونيه بشكل كامل؟ يعني حضرت منذ فتره قصيره انتخابات في عده دول شقيقه، لم نشاهد لجان انتخابيه، لم نشاهد اوراق، لم نشاهد اشراف تام بهذا الشكل، كانت العمليه كلها الكترونيه عبر التطبيق الالكتروني. هل من ضمن رؤيه الهيئه التوجه الى هذا الانظمه واكثره من تكلفه وجهد ووقت كثير على المسؤولين او حتى على المواطنين؟ هو بالنسبة للسؤال الأول، بالنسبة للشكاوى احنا رصدنا الشكاوى، وأغلبية الشكاوى اللي ترصدت في غرفة العمليات كثافة
وجود عدم تنظيم للطابور نظرا لكثافة التصويت، وتدخلنا فيها ونزلنا أعضاء من اللجان العامة ابتدت تنظم الطابور عشان عملية التقاطر. فهي الشكاوى كلها كانت منصبة على فكرة إن في ازدحام وإحنا مش عارفين نتمكن من ده، طب نروح للجان الوافدين ولا لأ، فكله كان متعلق بعملية الشكاوى في الكثافات. جزء تاني بتاع هل التصويت الإلكتروني من عدمه، عشان نقدر نعمل ده لازم نعمل تعديل تشريعي. طيب الدول اللي حضرتك بتستند إليها ايه التزوير فيها كان ايه؟ يعني ايه اللي حصل فيها تزوير ولا ما عدمه؟ هل التصويت الالكتروني ادى ثمار تديك الشفافيه المرجوه واللي حضرتك كان وصل لها؟ السؤال لا، مفيش تصويت الكتروني غير دايما بعد ما يحصل هذا التصويت يبقى في تشكيك في العمل، وفي الاغلب العام بنسبه التشكيك اكتر من 60%. طب انا في منصب رئيس الجمهوريه هل اعرضه لهذا الامر من تشكيك؟ طبعا لا. فبالتالي احنا ممكن نعمل ده قدام، بس لازم نعدل القانون، انما مش في منصب رئيس الجمهوريه او استفتاء، لان دول من الحاجات اللي بتغير سياسه وبتغير نظام عمل، فمش من السهوله ان احنا نعرض لاي مطعن من المطاعن لمثل تلك الاستحقاقات. شكرا كده اوفينا في في تمام. انا بشكر حضراتكم جدا جدا واسف للاطاله، ويا رب اكون يعني اوفينا. شكرا جزيلا.